أحسن الله إليك. يقول: هل الحجامة سنة؟ وهل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحجامة جائزة، علاج، علاج الإنسان إذا احتاج إليها يعالج، وإذا ما احتاج إليها لا يعالج. ما يقال أنها سنة الإنسان يحجم ولم يكن بحاجة إليها. وهل خاص، وهل هي خاصة بالرجال؟ لا أبدا أبدا، هي للرجال والنساء. وهذا يقول: أحسن الله إليك، أنا أمارس عمل الحجامة وأحجم الناس، ومن عادتي أن لا أطلب شيئا، هم الذين يعطوني مالا سواء كان قليلا أو كثيرا ولا أدقق، فهل في ذلك بأس؟ ليس في بأس أبدا،